مستمرين معاكي في لقاءاتنا النهارده، ومعي طبعا واحده من النجوم للنادي الاهلي وبنت من ابناء النادي الاهلي، سهيله وفيق. سهيله، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. شايفه المباراه النهارده ازاي؟ وشايفه الفوز ليكي ازاي؟ طبعا اول بطوله الموسم ده، فاحكي لي كده احساسك النهارده. طبعا اولا الله يبارك فيكي وشكرا جدا. ثانيا احساس جميل طبعا ان احنا نفوز باول بطوله في الموسم، هتسهل لنا الدنيا قوي في مشوارنا في الموسم دوت ان شاء الله في الثلاث بطولات اللي جايين، الدوري والكاس وافريقيا، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني. شايفه طبعا الاداء ازاي؟ شفنا مباراه قويه ما بين الفرقتين، اداء قوي من لعيبه الزمالك وكمان واداء قوي من لعيبه النادي الاهلي. مباراه كانت صعبه جدا ولكن انتوا قدرتوا في الاخر ان انتوا تفوزوا فيها، فشايفه طبعا ازاي الاداء؟ وكلام كابتن ابراهيم معاكم كان ايه طبعا ما بين كل شوط؟ والله احنا تعبنا الفترة اللي فاتت جدا، واعتقد ان ده بان يعني في الملعب. حاولنا ننفذ تعليماته على قد ما نقدر وربنا وفقنا في الاخر الحمد لله. موسم صعب طبعا، موسم طويل بالنسبة لكم لحد يمكن شهر 5، عندكم افريقيا، كاس، دوري، فطبعا عارف ان طموحكم كبير وعارف ان انتوا حابين ان انتوا تفوزوا بكل البطولات دي عشان تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. والله يعني احنا مكملين، المفروض ان احنا هنتمرن كل يوم زي ما احنا مكملين جيم وفتنس وتمرين ومعسكرات، وان شاء الله يعني لو كملنا على نفس الخطوات دي ان شاء الله ربنا يكرمنا في باقي الموسم ان شاء الله. يا سهيله، وطبعا مستنيين منك كتير، وجمهور النادي الاهلي واثق فيك ومستني منك كتير طبعا الموسم ده، تمتعينا وتفرحينا طبعا بادائك وباداء جميع لعيبه النادي الاهلي. شكرا جدا سهيله، وطبعا مبروك تاني. شكرا، وشكرا لجماهير النادي الاهلي. شكرا شكرا. كده طبعا زميلتي مريم كان لقائنا مع عدد من